باختصار شديد بالنسبة لأيوب كما كنقول ديما هو نموذج فريد من نوعه، طفل استثنائي، وهذا الشيء سهل أننا نعرفه من خلال فقط نشوف طريقة الحديد دياله وطريقة التفاعل دياله مع الناس. هو واحد الشخصية اللي هي اجتماعية بزاف، سواء مع الأصدقاء دياله، مع الأساتذة دياله، مع أي كان. شفتوا ربما التفاعل دياله داخل القاعة مع العرض اللي لقاه دابا حول اللغة ديال البرمجة سي بلس بلس، اللي ربما سمعتوا أيضا طريقة الإجابة على الأسئلة ديال الحضور الكريم. نعم أكيد، وبلغة إنجليزية جيدة جدا. بالنسبة صحيح نعم أكيد أن ما تحقق اليوم وما وصل له التلميذ أيوب الكرد كيجعلنا أننا نقفوا له صراحة واحد وقفة ونشجعوه ونحفزوه على أساس أنه يطور من المهارات دياله والقدرات دياله في البرمجة. وطبعا احنا املنا هي وهو ايضا الطموح ديالو هو انه تكون مثلا هناك مؤسسات متخصصه في مجال البرمجه اللي تستقبله وتحتضنه مثلا على اساس انه يكون راسه اكثر باش انه يمشي بعيد. واكيد انه راه غادي يشرف المدينه ديالو تيزنيت والاصل ديالو اللي هو مدينه الرباط والقنيطره وكذلك بلاد ديالو المغرب. بالنسبه لايوب عموما بالنسبه للتعلمات ديالو، صحيح انه يدرس الان في مستوى السادس ابتدائي، ولكن راه عنده مستوى ديال البكالوريا، وهذا الشيء كيخلينا في المؤسسه نتعاملوا معاه بطريقه اللي هي مختلفه نوعا ما، من حيث ماشي دائما في اطار الفصل، ولكن دائما كتعطاه تمارين مثلا ودروس ديال البكالوريا في الفيزياء مثلا وفي غيرها من المواد اللي خاصه العلميه اللي باش ترفع المستوى ديالو، لانه الا بقى دائما في نفس المستوى اللي هو نازل يعني مستوى السادس ابتدائي فبمثابه انه يعني كيضيع بزاف ديال الوقت. وهو بالنسبه ليه اثمن شيء عنده حاليا هو الوقت ديالو، وربما كنشوفوا انه كيفاش كيستثمروا باعتبار انه دائما ملتزم، واضح انه في كل يوم مثلا خاصو يتعلم شي حاجه عن البرمجه. تعلم عده لغات الان، وربما اخر ما تعلمه الان في هذا المجال هذا هو لغه بايثون اللي بدا يتقنها بشكل كبير جدا. زيد على ذلك يتقن اللغه العربيه، فرنسيه، انجليزيه، وكما قال هو حاليا يتعلم اللغه الاسبانيه. طبعا بالنسبه لايوب داخل المؤسسه، نحن يعني حضور ديالو والتعامل ديالو مع الأساتذة ديالو إلى غير ذلك هو إيجابي جدا، عزز المكانة ديالو والحضور ديالو في قلوب جميع المكونات ديال المؤسسة من أطر إدارية، أساتذة ومتعلمين أيضا، وكنتمنوا ليه التوفيق إن شاء الله تعالى.